مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الثاني عشر علمي، أهلا ومرحبا بكم في باقي دروس الوحدة الثانية. اليوم بنتكلم عن باقي الجهاز القلبي الوعائي، ودرس اليوم عن الدورة القلبية. نبدأ مع بعض نستعرض أهداف الدرس. في نهاية الدرس عايز الطالب يجب أن تعدد مراحل الدورة القلبية وتقارن بين حركات الصمامات القلبية والشريانية أثناء هذه الدورة، تقارن بين دور العقد العصبية القلبية في هذه الدورة القلبية، تصف مخطط القلب الكهربي وأهميته في تحديد الخلل في وظائف القلب. نبدأ سويا بسم الله بنشاط تقويم بنائي. لابد نراجع تركيب القلب قبل أن نبدأ في وصف الدورة القلبية. نبدأ سويا. البيانات الموجودة عند وصف القلب، نبدأ بالأذينين والبطينين. أذين أيسر يكون على يد اليمين، وأذين أيمن يكون على يد اليسار، لأن عند وصف الجسم يكون في وضعية التشريح القياسية يعني مواجه ليه. البطين الأيسر، البطين الأيمن. طيب، هذه الغرف الأساسية في القلب. بعد ذلك يوجد بين كل أذين وبطين صمام، الصمام ثنائي الشرفات في الجانب الأيسر، والصمام ثلاثي الشرفات في الجانب الأيمن من القلب. كذلك يوجد صمامات في بداية الشرايين، الصمام الإبهري في بداية الشريان الإبهري أو المعروف الأورطة، والصمام الشرياني في بداية الشريان الرئوي. نبدأ إن شاء الله في درس اليوم. الدورة القلبية، ما هي الدورة القلبية؟ هي التسلسل الكامل لأحداث تحدث في القلب من بداية دقة إلى بداية الدقة التالية، وهي مجموعة من الانبساط والانقباض. كأي عضلة عند حركتها تنقبض وتنبسط، ترتخي وتنقبض. طيب، الانبساط هي مرحلة الاسترخاء التي يمتلئ فيها القلب بالدم. الانبساط هو تقلص عضلة القلب لضخ الدم، يبقى القلب يستقبل الدم أثناء الانبساط ويضخ الدم أثناء الانقباض. نبدأ نشاهد هذا الفيديو لحركة الدم داخل القلب. الدم يستقبله القلب عن طريق الأذينين ويضخ عن طريق البطينين. الدم الغير مؤكسج يأتي في الأذين الأيمن عن طريق الأوردة الأجوف العلوي والسفلي، ثم يتجه من خلال الصمام ثلاثي الشرفات صحيح إلى البطين، ثم يغادر القلب بعد انقباض البطين عن طريق الشريان الرئوي متجها إلى الرئة ليحمل بالأكسجين. نلاحظ عزيزي الطالب هنا حركة الصمامات. الصمامات عند انتقال الدم من الأذين للبطين، الصمام ثلاثي الشرفات مفتوح والصمام الرئوي مغلق. عند انتقال الدم بعد ذلك، أيوة، يبقى هنا مفتوح، وعند مغادرة الدم من القلب إلى الشريان الرئوي نجد أن هذا الصمام مفتوح وهذا مغلق. يحدث نفس الكلام على الجانب الأيسر من القلب لاستقبال الدم المؤكسج وخروجه عن طريق الأورطة إلى باقي أجزاء الجسم. أترك الوصف لكم. حركة الصمامات واضحة جدا في الانقباض والانبساط، سبحان الله العظيم. طيب، نريد أن نصف هذه
دورة، فنبدأ بالانبساط الأذيني والبطين. يحدث الانبساط هنا في الفيديو، خدنا كل نصف لحاله حسب حركة الدم، أما هنا سنصف الأذينين سويا والبطينين سويا. الانبساط الأذيني والبطيني، يحدث انبساط في الغرف الأربعة للقلب، الأذينان والبطينان، فيتم استقبال الدم المؤكسج من الجانب الأيسر في الأذين الأيسر والغير مؤكسج من الجانب الأيمن في الأذين الأيمن، ثم يتجه لنتيجة انبساط البطينين إلى البطين من خلال الصمام ثنائي الشرفات والصمام ثلاثي الشرفات. ونلاحظ عزيزي الطالب أن في هذا الوقت حتى لا يرجع الدم مرة أخرى إلى البطينين تغلق الصمامات الشريانية، سواء في الشريان الرئوي أو الصمام الإبهري. بعد ذلك يحدث انقباض للأذينين. عند حدوث انقباض للأذينين، يتجه الدم من كلا الأذينين إلى البطينين، والبطينين ما زال في حالة اتساع أو انبساط، فينتقل الدم ويمتلئ البطين كامل بمحتويات الدم التي كانت في الأذين، وكذلك الصمامات على نفس حالتها مفتوحة في الصمامة الأذينية البطينية ومغلقة الصمامات الشريانية. آخر مرحلة انقباض البطين، المقصود منها دم خارج القلب، فيضخ الدم من البطينين نتيجة لانقباضهما سويا، ويخرج الدم المؤكسج من الشريان الأورطي والإبهري إلى جميع أجزاء الجسم، وكذلك يخرج الغير مؤكسج باتجاه الرئة ليحمل بالأكسجين. نلاحظ هنا أن الصمامات انعكست في العمل. الصمامات الأذينية البطينية أغلقت حتى لا يرتد الدم إلى حتى لا يرتد الدم إلى الأذينين، ولكن يتجه إلى خارج القلب. طيب، نشاط سريع مع بعض. نلخص الدورة القلبية: المرحلة الأولى الانبساط وأذيني بطيني، الانقباض الأذيني، الانقباض البطيني. الأحداث: ينبسط القلب يتمدد، هنا الأحداث، ينقبض جدار الأذينين، هنا ينقبض البطينين. الناتج: يدخل الدم إلى الأذينين ثم البطينين، يرسل الدم إلى البطينين خلال الصمامين ثلاثي وثنائي الشرفات، يتدفق الدم لخارج القلب. طيب، نصف حالة الصمامات في الانبساط الأذيني والبطيني والانقباض الأذيني، الصمامات الرئوية والصمام الإبهري مغلق في الشرايين، وأما في الانقباض البطيني المغلق هو الصمامان الثلاثي وثنائي الشرفات. طيب، الصمامات التي ستكون مفتوحة، هنا مفتوح صمام ثلاثي وثنائي الشرفات، مفتوح صمام ثنائي وثلاثي الشرفات، هنا المفتوح هو الصمام الرئوي والصمام الإبهري. الزمن، نريد أن نفكر في الزمن، ما علاقة الزمن هنا بهؤلاء؟ نعم، هو مجموع فعلا. زمن الانبساط هو مجموع الانقباض الأذيني والبطيني، لأن الانبساط يساوي الانقباض، حالة الانبساط تأخذ نفس وقت الانقباض. هنا الانبساط ليه جميع غرف القلب، ولكن هنا فقط للأذينين والبطينين، وطبعا الأذينين أصغر من البطينين فيأخذ وقت أقل في حالة الانقباض. طيب، كيف يتم التحكم في حركة القلب أثناء الدورة القلبية؟ يوجد مسارات كهربية في القلب، أعصاب وألياف عصبية سنتعرف عليه، ولكن أولا نتعرف على طبيعة عضلة القلب. للقلب طبيعة خاصة عن أي عضلة في الجسم، لا تحتاج عضلة القلب إلى سلات عصبية من الدماغ لتحفيز انقباضها. طيب، احنا قلنا ان اي عضلة لن تنقبض الا وجود اشارة عصبية، من اين تأتي الاشارة العصبية في القلب؟ حد يعرف؟ طيب، نتوجه سويا الى تركيب المسارات الكهربية في القلب.
يحتوي القلب على عقد عصبية، والعقد العصبية هي تجمع للخلايا العصبية ينتج إشارات عصبية، يعني مخ مصغر صغير يشغل عضلة القلب بإنتاج إشارات عصبية نتعرف عليه. يبقى العضلة تنقبض بانطلاق نفسها عند إمدادها بالمواد الغذائية والأكسجين، وتكون من ذات نفسها الإشارات عن طريق الانقباضات منسقة بين أجزاء القلب المختلفة بواسطة العقد العصبية القلبية وألياف عضلة القلب العصبية. تعال نتعرف على العقد والألياف مع بعض. في عندنا دي الألياف وهذه العقد العصبية. العقد العصبية العقدة الجيب أذينية معروفة بالساينو أتريال نود أو اختصارها SA، العقدة الأذينية البطينية الأتريو فنتريكال نود، ودي تقع في المنطقة بين الأذينين والبطينين في الجدار الحاجز بين نصفي القلب. حزمة هس هي الموجودة في بداية اللون الأحمر دوت واضحة، وديت حزمة عصبية قلبية في الجدار الذي يفصل بين الحجرات الأربع، وتتفرع بذلك لألياف بيركنجي، وهي ألياف متفرعة في كلا البطينين. ما فائدة هذه الألياف والحزم؟ الألياف والحزم تجعل الإشارة تنتشر في جميع أجزاء البطينين فينقبض سويا في وقت واحد. نصف ما يحدث في عضلة القلب. أولا سيتوبلازم أي خلايا عضلية بما فيها القلب كذلك الخلايا العصبية يكون لها شحنة سالبة بالمقارنة مع المحيط، وعند تغير هذا بسبب وصول إشارة عصبية تبدأ العضلة في الانقباض. طيب من البادئ هنا؟ العقدة الجيب أذينية تسمى صانعة النبضات، فالعقدة الجيب أذينية تبدأ بإنتاج النبضة العصبية والإشارة العصبية في القلب ومجرد وصول الدم، فتؤدي إلى انقباض الأذينين سويا، وكذلك تؤثر في الـ AV نود فتنتج الـ AV نود إشارة كهربية فتؤدي لانقباض البطينين. ولكن لاحظ أن الانقباض الأذيني يسبق الانقباض البطين. ما السبب؟ لقرب الـ SA من الأذينين، هذا أول شيء. ثانيا أن الإشارة الكهربية التي تنتج من الـ SA ضعيفة تؤثر في الأذينين ولا تؤثر في البطينين، فعند وصولها إلى الـ AV تأخذ وقت الواحد من عشرة ثانية ثم تنتج الـ AV الإشارة العصبية فتنتقل في حزمة هس وألياف بيركنجي فينقبض البطينين سويا. وبعد حدوث الانقباض يسترخي القلب لفترة لكي تملأ مرة أخرى الأذينات بالدم ويتم إعادة شحن الـ SA بالجهد الكهربي الذي تقوم بإنتاج الذي تقوم بواسطته بإنتاج الإشارة العصبية. عدد وظائف الأجزاء التالية في الدورة القلبية: العقدة الجيب أذينية هي تسمى بالناظمة القلبية، نعم، حزمة هس وألياف بيركنج، نعم، الاسترخاء القلبي. يبقى ده يا شباب ملخص للأدوار التي تقوم بها العقد والألياف العصبية أثناء الدورة القلبية. طيب هنتابع فيديو مع بعض. أيوة الـ SA تبدأ بصناعة الإشارة الكهربية بمجرد وصول الدم إلى الأذينين، الإشارة انتجت ضعيفة تصل إلى الأذينين فينقبض، ثم تزيد العقدة الأذينية البطينية أي ترفع جهد هذه الإشارة فتنتقل إلى البطينين فيحدث الانقباض البطين عن طريق دي حزمة هس وألياف بيركنج، ثم تسترخي العضلة. سبحان الله العظيم. بعد ذلك كثير منا رأى هذا
الرسم البياني هو تخطيط القلب الكهربي والخاص بالدورة القلبية. أي كهرباء يكون لها عند مرورها في موصل يكون لها مجال مغناطيسي، كذلك عضلة القلب مجسات الكهرومغناطيسية تستقبل الإشارات الكهرومغناطيسية التي تنتج في القلب وتحولها لإشارات كهربية، ويستخدم جهاز قارئ لهذه الإشارات ويعرف بالإي سي جي. طيب الأهمية نتعرف بها صحة القلب. يوجد ثلاث أمواج: موجة بي أثناء الانقباض الأذيني، موجة كيو ار اس أثناء الانقباض البطيني، ثم في حالة الاسترخاء الموجة تي. هذا القلب سليم في هذه الحالة، نجد أن الزمن موجود مسجل هنا تحت، دورة كلها 0.8، وقيم القيم الموجودة للارتفاعات بتاع كل بيك منهم أو كل يعني قمة منهم تدل على قيمة فرق الجهد المتكون أثناء النبض. طيب إذا حدث أي خلل في القلب يتضح في هذا الشكل، يحدث تغير في الشكل مثل حالة الرجفان الموضحة بالأسفل، فتؤدي وجود إيقاع قلبي غير منتظم مما يعطي تفسير وجود خلل داخل القلب، فقد يتوقف القلب عن تدفق الدم وتحدث مشاكل لا قدر الله كلنا إن شاء الله في غنى عنها، الله يحفظ الجميع. طيب ما الحل؟ يوجد في الطوارئ، ما الحمد لله موجود في سيارات الإسعاف وموجود في مستشفى الطوارئ هنا في قطر، مزيل الرجفان، وهو جهاز يعطي نبضة كهربية للقلب فيحاول أن يستعيد حركة القلب للحالة الطبيعية لحين إسعاف المريض. التقويم النهائي: عدد مراحل الدورة القلبية مع ذكر دور السينو أتريال نود والأي في نود، قارن بين دور صومات القلب أثناء الانقباض الأذيني والبطيني. سؤال التميز: استنتج أي من العقد العصبية التالية غير سليمة فيها مشكلة في الرسم التالي لمخطط حركة القلب.